قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار. وفي كلمته خلال فعاليات الدورة الاعتيادية 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية وأيضا مؤسسات النقد العربية، قال دكتور مصطفى إن الدولة أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وأيضا تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الرخصة الذهبية. واستمرارا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقد نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، حيث تم إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثال الأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين. كما حرصت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية على تبني استراتيجية جديدة للصناعة وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.